السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في قلب مدينة نونسي وبالضبط في ساحة بلاستانيسلاس نستقبل فنان كبير جدا بما تحمله الكلمة من معاني. فنان له باع وله صيت كبير على المستوى الفني. نلاحظ أن الجو اليوم برد بزاف، ولكن أظن أن النقاش سوف يكون نقاش هام ومثمر، وهذا النقاش غادي يسخن ساحة بلاستانيسلاس مع فنان كبير. كنقدموا لكم الأخ منصف الجلالي اللي كيزورنا مدينة نونسي. هو أصلا من مدينة نونسي، جاء وأبى ماغلور إلا أن يقوم بلقاء مع هذا الفنان الكبير اللي كيزورنا مدينة نونسي. كنسولو السؤال الأول، مرحبا بك بعدا سي منصف الجلالي، مرحبا بك مدينة نونسي. كنسولك السؤال الأول سي منصف، تقول لنا تهضرنا على البداية ديالك، فين كانت وتقرب الجمهور ديال نونسي، تقربهم أكثر وأكثر. البداية ديالي بدات في هذه المدينة نيت في نونسي. أنا جيت درت زيتود ديالي هنايا في لانسيتي يونيفرسيتير ديال التكنولوجي جيني تيرميك، ومن بعد اشتغلت ك انجينيور شارجي دافير في هذا الدومين في هذا الميدان. وجات الموسيقى، جات لي لحياتي، دخلت اختارتني الموسيقى، غنقول جات عندي، مش انا مشيت عندها. لان شريت واحد الاله سانتيتيزور وبديت كنحاول نكتب اغاني. من النهار الاول حاول نكتب اغاني ديالي، يعني ما بحال شي كاينه شي حاجه فيا ما كتبغينيش نغني الاغاني ديال الناس الاخرين، ما غير دوك اللي عطوني الانسبيراسيون ملي كنت صغير، بحال ناس غيوان وشي مغنيين مغاربه اللي كيستحقوا التقدير وكيستحقوا اننا نعقلوا عليهم. بديت كنكتب اغاني وجمعت واحد المجموعه من موسيقيين هنا في نونسي، ملي كنديروا دي بتي كونسير. حتى 99 درت الالبوم الاول ديالي سميتو بركه، في اغاني بالفرنسيه واغاني بالانجليزيه واغاني بالعربيه بالمغربيه. هو اللي دار لي التوزيع فنان الفرنسي في افريك دو الويست. عاد زاد الالبوم الثاني، درت الالبوم الثاني اللي سجلتو في الانجليز مع مات بروفيسور سميتو اكزود، اللي فيه الاغنيه ديال لا مارش فيرت اللي كتهضر على بحال كتعاود تاخذ الخطاب ديال الملك الحسن الثاني الله يرحمه. بحال درتو في اغنيه، تقدر تقول لي الكلمات ولو تقرب للجمهور الكريم الكلمات ديال الاغنيه. شكرا على هذا السؤال، لانه نيت الاغنيه ما تعطاش حقها وباقي غادي ندافع عليها في المستقبل ان شاء الله. كتقول نوجد يا سيدي وفوت العيون، مارشي اونسومبل واللي بغى يكون افيك كوم سولارم لو كورون، الي سوفي فو فرير سوفر بور لور دينيتي، سويفير لي زوم كي رين كي رينيرون بار لامور اي بور لا بي كونتر لا هين اي سو ديشين او مون فرير دو ديزير. Le sable doré a caché leur chemin, laissant passer la nuit, on verra clair demain. Maghrib, Sahara, c'est la même chose, coupez la tige et tombera la rose. Ainsi de suite. كلمات معبرة، خصوصا وحنا في المهجر كنعيشوا واحد العزلة على الوطن الحبيب. هذه الكلمات كتقربنا وكنحاولوا نحسوا بأننا مواطنين حتى النخاع كما نقول دائما. كنشكروا على هذه الكلمات، كنشكروا بأنه مواطن مغربي وفنان ما كينساش الوطن ديالو وقيم بالواجب ديالو خارج الوطن. نكملوا الحديث مع السي منصف، وكان الحقيقة أنا قشعرت وحسيت بواحد الإحساس بهذه الكلمات اللي قال الأخ منصف. كان واحد صراع أو شي حاجة شفت في الإنترنت بأن مع أرفا بلوندي شي حاجة، واش تقدر تقرب للجمهور الكريم وتقول لهم شنو بالضبط اللي وقع في هذا؟ هضرتي على حب الوطن، أنا بحالك، لأن ملي كنكونوا هنا في الهجرة واحد الوقت كنكونوا في الدار جالسين كنتفكروا البلاد، كنتفكروا الاخوان، كنتفكروا الجيران، كنتفكروا المغاربه خوتنا اللي في المغرب.
وكتبت واحد الاغنيه سميتها مزينه بلادي اللي دازت في دي راديو في المغرب. وهاد مزينه بلادي الفا بلوندي خذا اللحن ديالها ودار به اغنيه اخرى بلا ما يستشر معايا بلا ما يطلب مني رخصه. ودابا راه درنا واحد الدعوه في المحكمه نخلو القانون هو اللي يتكلم بلا ما نبقاو. نعم تنلاحظوا بان كما كنوضحوا الفنانين واللي كيتبعوا الاخ منصيف كيبان بان هذا الفنان فنان كبير وكيبان بان اللحن ديالو هذا اللحن كيفاش مشى تتسرب ومشى لجهات اخرى وفين مشى لجهات كبيره جدا. هاد الجهات اللي عندها واحد القيمه كبيره كنشوف بان حتى المنصف ديالنا تبارك الله عليه بهذه الطريقه ديالو باش في الاغنيه ديالو وهاد الكلمات وهاد الالحان راه بيسك وصل حتى لهذا الاستاذ هذا. دونك راه انسان يتعطى له قيمه كبيره جدا. كنمشيو عاوتاني لسؤال اخر بان الاخ منصف الاسلوب ديالو في الغناء فين كيلقى راحته الاسلوب اللي كلا كريي فين كتلقى الاسلوب ديالك كترتاح؟ واش قناوه واش معاصر واش قول لينا قربنا شي شويه. انا الصراحه في الاول ملي جيت للموسيقى كان الريغي الموسيقى الستيل الريغي هو اللي كان لقيت فيه سهوله لانه في التلحين هو كريتم كنقدر ندير لي زارونجمون بسهوله في الريغي. وملي لقيت واحد الصعوبات باش ننشر هاد الموسيقى في بلادي قلت واقيلا اللي الناس مكلفه بالموسيقى ما باغاش الريغي هادشي بدلت ودرت الورد ميوزيك والحمد لله غراس ا او اكتشفت بانني نقدر ندير ستيل اخر ودابا غندير ستيل اخر عاوتاني. اذا نقدر ندير كاع الموسيقات نقدر نكتب في اي ستيل واكتشفت هادي غراس ا او لانه اي حاجه تقدر تكون خايبه ويكون فيها حاجه زينه وانا غنزيد نجتهد وهادشي اللي عندي. ما نقدر ندير حتى شي حاجه اخرى ما غير الاجتهاد وزيد نكبر هاد الموسيقى لانه كاينين الناس ملي درت لو ريغي نادو مجموعات في المغرب اللي تبعوني منهم درقا منهم كاكا فايب منهم بزاف كلشي ولا كيدير دو ريغي. والمغرب هو الدوله الوحيده اللي تقدر تخرج ان ريغي بالعربيه. كاينين لي جامايكان كاينين لي زيفواريان افريكان كاينين لي زونغلي اي بلاد عندها لو ريغي ديالها. وفي الدول العربيه المغرب هو الوحيد الدوله الوحيده اللي تخرج ان ريغي انترناسيونال وما فهمتش علاش ما تدعمش وما ما تعطاش حظ ما تعطاش واحد الفرصه باش يوصل للعالميه. وتا دابا حتى حاجه ما ضاعت لان نعاودو نجتهدو ونعاودو نكبروه ونوصلوه للعالم. الاخ منصيف السؤال الاخر هو انك تقول لنا المشاركه ديالك داخل وخارج الوطن قلنا المشاركه اللي شاركتي فيها مهرجانات وهذا وتقول لنا واش كاين اعمال فنيه جديده شي البوم جديد اللي غادي تتمتعوا به في السنوات القادمه ان شاء الله والشهور القادمه ان شاء الله. للاسف انا شاركت في مهرجانات في خارج الوطن اكثر من في البلاد. انا شاركت في شحال هادي قديم في 2002 في مونتر جاز نونسي جاز بولساسيون لا غرو لا غروند سان في بيرينيو سور في الاسبان في مهرجانات في ليون في مدون في المغرب. شاركت في الموازين في 2009 في سن صغيرة و تيميتا هادشي لي جوج المهرجانات في المغرب وهادشي كيضرب في القلب لأنه عندي جمهور كبير في المغرب وما كنوصلش ليه الموسيقى ديالي هما اللي الجمهور هو كيقلب عليها وما ما كتعطينيش الفرصه نمشي عند الجمهور نعطيه ويعطيني يعني يشجعني وانا نعطيه الموسيقى ونتبادل معاه. نعم سي منصيف هذه يكون شي سؤال اخر في هذا الاتجاه هذا غير واش تقدر تقول لنا البومات شي حاجه جديده اللي غادي ديرها؟ دابا الالبوم الاخير اللي الالبوم الاخير اللي خرج هذا العام سميتو الهادي فيه ديفيزيون قناوه فيه دي بالاد فيه موسيقى جوله عالميه فيه كاع الصلصه مخلطه مع الستيل المغربي
بكلمات عربية مغربية. كاين المغرب الكبير، أغنية المغرب الكبير اللي لقات إقبال، كاين مزينها بلادي، كاين شالوم سلام اللي كتهضر على السلام ما بين الفلسطينيين، إخوان الفلسطينيين وإسرائيل. يعني هو ميساج ديال السلام والحب والتبادل. الكلمات السيد ما يسولش الاخ نصيف، الكلمات ديالك هذا اللي هو مهم جدا ومهم لاي فنان، وسؤال روتيني هو الكلمات ديالك. واش انت اللي كدير الكلمات؟ واش انت اللي كدير الالحان؟ ومنين كتاخذ هذا زعما؟ واش النص اللي كتاخذ، واش تلاقن من شي حاجه كتحس بها، ولا شي حدث وقع، ولا هادشي اللي قلتي كامل كاين؟ لانه من العاطفه، من الاحساس، من خطرات، من لا فرستراسيون، من هنا كيجيو اغاني زوينين. يعني خص تعيشهم، ماشي انت اللي تقلب عليهم، هما اللي كيجيو بوحدهم. كتحس بواحد الحاجه كتعبر عليها وكتقولها في اغنيه. اذا بغيتي الاغنيه تكون عندها واحد الفن. كلمات انا كنكتب، الالحان انا اللي كنلحن، وحتى لي زارونجمون اللي كنديرهم كنعطي للموسيقيين يلعبوا في الاستديو كنخرجوا. والسؤال اللي هو مهم جدا واللي كنطرحوا دائما كل فنان كيزور من مدينه نوصي، كنطرحوا له هذا السؤال، هو العراقيل دائما اللي كيواجهها اي فنان. كنوجهوا لك هذا السؤال، كنقول لك شنو هي العراقيل؟ واش كاين شي عراقيل؟ العراقيل كنعاني مع عراقيل كبيره للاسف في بلادي، وما كنفهمهاش لحد الان، ما فهمتهاش. لان انا كمغربي زاد في المغرب، كبر في المغرب، قرا في المغرب، وجا كمل في فرنسا وتعلم الموسيقى في فرنسا، وبغى يمشي يتخلط مع ولاد بلادو ويوريهم اشنو اكتشف. بحال تلات زاد وليدات صغيرين يلقاوني، انا وجدت لهم واحد الطريق ملي انا نمشي يلقاوهم، يلقاو البلاصه كاينه باش يعيشوا ويغنيو. علاش فرنسا اللي قلتي لهم بريزيل يقول لك يلعبوا مزيان الكره، لا قلتي شي حوايج هذا هو كتسمى كيدير اللوبي، كيفتح طريق. وانا ما يمكنش نجي ندير واحد العمل وملي نجي نقدمه نلقى واحد الناس اللي بحال ماشي ما كيبغوش تيسمعوا ليه، هما مقتنعين. هاد كندوي على ثلاثه الناس ولا اربعه مقتنعين بان بلادنا ما فيهاش موسيقى، مقتنعين بها. ماشي ما عرفتش كيفاش تقتنعوا بها، وما عرفتش من جابوها ومن قلبوا على هذا. بلادنا فيها الموسيقى، بلادنا فيها فنانه، انا منهم. نقدروا نوصلوا للعالميه بسهوله، ما خاصنا والو، عندنا الموسيقى. اشنو باقي؟ باقي غير واحد الناس اللي خدامين في الميدان اللي كنسموهم لي بروفيسيونيل، تكون عندهم واحد النفس، واحد الحراره، لانه يوصلوا الفن المغربي وصلوه للعالم. اما انا كانسان كيجي كيخدم في الثقافه وكاش عا كيشد المنصب ديالو، كيولي بحال كيركع قدام الاجانب، كيبانوا ليه هذوك الاجانب صنعتهم بلادهم، ونتايا اشنو صنعتي في بلادك؟ ما صنعتي والو، كدير اشهار لواحد السيد صنعته بلاد اخرى. انا نمشي بعيد، نقول لك كاينين الناس كيحطمونا، كاينين الناس كيديكوراجيونا، كاينين الناس كيحبسونا، ما بخليناش نخدمو، ما بخليناش نفتحو الطريق للناس اللي جايين مورانا. لان حتى واحد نفتح لنا الطريق، حنا بغينا نفتحوها في العالم، وناس الناس ما مخليناش نخدمو. كنشكرو الاخ منصف الشيلالي، كنشكرو على هذا، رغم ان هناك عراقيل في بلاده كتب على الصحراء المغربيه وبين على انه وطني حتى النخاع كما قلت، وانه وطني دائما، وكيهضر على البلاد وكيغني على بلاده وكيكتب على البلاد. كنهنيو على هذا المواطنه ديالو، وكان كل واحد كلمه اخيره يقولها لنا قبل ما نختموا هذا اللقاء. الكلمه ديال الفنانين ديالك والنونسي والماكلور، شنو غتقول؟ اولا كنشكركم بزاف على الاستقبال، وانا فرحان بزاف اللي كاينين هاد لي موفمون اللي بداو، اللي عندهم واحد القوه وعندهم واحد ديتيرميناسيون. هادشي كيبشر بالخير.
وفرحان بزاف على هذا الحرارة على هذا التشجيع ديالكم، لأن جيت لقيت أذن هنا في نص ملي كنت بديت الموسيقى ما كانتش هاد الأذن، دابا عاود رجعت لقيتها. إذا الحمد لله كاين واحد المستقبل، غادي يمكننا نديرو حوايج، غادي يمكن لينا نمثلو بلادنا، غادي يمكننا نهزو بها، وغادي يمكن لينا نديرو بزاف د الحوايج. لأنه أشنو هو المهم؟ المهم هو حنايا كدولة، كشعب، فين ما كنا خصنا نكونو متحدين، وخصنا نبغو بلدياتنا، وخصنا داكشي اللي عندنا نزيدو نقووه ونكبروه ونوصلو لواحد البلاصة. أنا كمغني الواجب ديالي كنديرو، كنلاحظ الحمد لله نتوما الواجب ديالكم هانتوما كديرو، كتوصلو، كديرو علاقات، كديرو لقاءات ما بين الفنانة وما بين المحترفين وما بين الناس اللي يقدروا يستافدوا من هاد الانتاجات اللي كاينه. اذا غادي نعاود نزيد نجتهد، لانه كاين علاش ان شاء الله. كنتمنى نكون الكلمه تكون جاوبت على السؤال ديالك ان شاء الله. الى هنا نقول لكم مع السلامه، ونشكر دائما البوابه الالكترونيه ماغلور، هذه البوابه التي دائما تكون في جميع المحطات حاضره، ودائما تكون وتساند الفنانين في مستوى نصي ومستوى المهجر وحتى في داخل الوطن. الى هنا اقول لكم مع السلامه.